هلو اند ويلكم، اهلا بكم طلاب الصف الاول الاعدادي. الترم الاول معادنا دلوقتي مع حل امتحانات للمنهج على منهج اولى اعدادي 2020 المنهج الجديد. وهنبدا عندنا 20 امتحان، تمام؟ ال 20 امتحان دول احنا هنعملهم في 20 فيديو، فكل فيديو هنحل فيه امتحان، وده اول امتحان معانا. الامتحانات ال 20 امتحان ان شاء الله دول مش هيخرج منهم الامتحان، ولو احنا فهمنا طريقه الامتحان كويس جدا بالنظام الجديد هنقدر نجيب الفول مارك ان شاء الله. نبدا مع بعض بتيست نمبر 1. اول سؤال بيجي معانا هو سؤال الليسننج. ليسننج ان انت بتسمع، تمام، وبتجاوب على السؤال. فانت بتسمع جملة او جملتين وبتجاوب على السؤال. انا هقول لك كده وانت تقرا معايا السؤال وتجاوب. Egypt and Morocco are in Africa. طبعا الموضوع سهل جدا، يبقى هنا ايه الاجابة؟ ايه؟ Africa. Arabic is a language. طبعا الموضوع سهل برضو، يبقى الاجابة ايه؟ language. الاجابة ايه؟ language. بعد كده all Arabs countries speak one language. They speak Arabic. فالإجابة هنا إيه؟ Arabic. سودان، موروكو، Egypt، Oman is countries. Are countries. تمام؟ Egypt and Morocco are in Africa. But Oman is in Asia. يبقى هنا ايه الإجابة؟ ايه؟ عمان. طيب بمنتهى البساطة انت بتسمع كام جملة كلهم على بعض، وبعد كده بتجاوب على الأسئلة دي. تعال نشوف المفروض انت هتشوف الامتحان ازاي. انا بس حبيت لك ابسط لك الموضوع، لكن تعال نشوف اصلا التكست اللي بيجي او الليسننج اللي بيجي بيبقى شكله عامل ازاي. اهو Egypt, Morocco and Oman are Arab countries. Egypt and Morocco are in Africa, but Oman is in Asia. They all speak Arabic. شوف انت كده قال لك كذا معلومة في وقت واحد في جملتين ثلاثة، وبعد كده انت بتحل أسئلة. يبقى Egypt, Morocco and Oman are Arab countries. Egypt and Morocco are in Africa, but Oman is in Asia. They all speak Arabic. هو المفروض المدرس اللي يبقى موجود معاك في الامتحان هيقرا لك القطعة دي مرة واحدة، المفروض ان هي مرة واحدة، لكن اعتقد ان هو يعني هيتنازل شوية، ممكن يقراها لك مرة او مرتين، تمام؟ والموضوع سهل جدا، بس انت تركز في الليسننج. تاني سؤال معانا نمبر بي، language function. language function ده بيتكلم على dialogue. dialogue دي محادثة بتبقى عادة ما بين اتنين بس. المحادثة عادة ما بتبقى سؤال وإجابة سؤال وإجابة سؤال وإجابة، فعشان خاطر نفهم المحادثة كويس لازم نقراها كويس جدا. ما بين هدى وهنا، هدى hello Hannah, where are you going? Where are you going? Hannah hi هدى, I am going to the library. قالت لها رايحة فين؟ قالت لها رايحة اللايبرري المكتبة. بعد كده هدى سألتها سؤال space are you going there؟ ردت عليها قالت له to space a story what about you؟ ماذا عنك؟ I am going to the space Hawaii to play a football space are you in the school football space yes I am in the school football team I wish you good luck. احنا لما قرينا كل المحادثة دي نفهم محتواها عايز يقول ايه، وبعد كده نفصصها واحدة واحدة. لازم في الامتحان تعمل كده. طيب hello Hannah where are you from? Hi Hoda where are you going sorry? Hi Hoda I am going to the library. طبعا سألتها سؤال are you going there؟ قالت لها to نقطة store. طبعا السؤال كده ايه why are you going there? Why are you going there? لا تو ايه؟ تو طبعا تو ريد ا ستوري، تو ريد ا ستوري. وات اباوت يو؟ ماذا عنك انت؟ ايه حكايتك؟ اي ام جوينج تو ذا ايه؟ سبيس واي تو بلاي فوتبول، يبقى جوينج تو ايه؟ تو كلاب.
to the ايه I'm going to the club. طالما هتلعب فوتبول يبقى ايه رايحه كلاب. To play a football. A football ايه طبعا a football match. To play a football match. تمام. To play a football match. Are you in the school football? Yes, I am in the school football team. Are you in, طبعا السؤال ايه are you in the school football team? هل انت في فريق كرة القدم؟ قالت لها yes I am in the school football team. I wish you good luck. تمام كده؟ حادثة سهلة جدا. Reading comprehension. بعد كده بيجيب لك comprehension قطعة تقراها كويس جدا مرة واثنين وبعد كده بتحل عليها الأسئلة دي. القطعة معانا التريك معانا ان انت تقرا الأسئلة في الأول وبعد كده تقرا القطعة عشان تبقى عارف انت هتركز عليه. Which food has a lot of fat and sugar? What do you think about snacks? Give a suitable title for this passage. Give a suitable title يعني حط عنوان مناسب للقطعة. وهنا في choose. بقى نقرا القطعة طيب. Everyone loves snacks. But some snacks are bad for us. Snacks دي اللي هي ما بين الوجبات. اللي هي الأكلات اللي ما بين الوجبات. But some snacks are bad for us. What is the best way to enjoy healthy snacks? إيه الطريقة الآمنة الممتعة إن أنت تبقى تاكل سناكس بس تكون صحية. It's okay to eat crisps and cakes sometimes. But you should not eat too many of them. بيقول لك كويس ان انت يعني عادي ان انت تاكل كريسبس وكيكس طبعا شيبس وكيكس والحاجات دي sometimes احيانا بات ايه ما تكترش منهم. Many of them. Them هنا عايدة على مين? To eat crisps and cakes. Crisps and cakes. Sometimes but you should not eat too many of them. ما تاكلش كتير منهم. يبقى them هنا عايدة على ايه? عايدة على ايه? Crisps and cakes. طيب. Crisps have a lot of fat and salt. الكريسبس ده فيه فات كتير دهون كتير وصلت وملح. Cakes, chocolate and biscuits have a lot of fat and sugar. الكيك والشوكولت والبسكويتس في ايه في دهون وسكر كتير. Too much of this type of food is bad for our bodies. النوعيات دي بتضر ايه اجسامنا. Fruit is a great snack. الفروت ده سناك يعني وجبة مهمة جدا حلوة جدا ما بين الوجبات. It's very good for us and most people like the sweet taste. You should eat between 2 and 4 pieces of fruit a day. المفروض انت تاكل ما بين 2 ل 4 حبات فاكهة كل يوم. Beans and vegetables don't have much sugar or fat. البينز الفول وطبعا الفيجيتابلز الخضروات ما فيهاش ايه سكر ولا دهون كتير. They are very good for us. طبعا صحية جدا. So we should eat a lot of them. لازم ناكل منهم كتير. Snacks like hummus with carrot and pepper are delicious. طبعا الكاروت والفلفل طبعا لذيذة جدا. We should be careful. لازم نكون حذرين. Even with healthy foods. حتى مع الأطعمة الصحية. Fruit juice has got a lot of sugar. طبعا العصير الفاكهة فيه سكر كتير. So we should not drink too much of it. لازم ما نشربش كتير منه. Olives, meat and fish sometimes have a lot of salt. الزيتون واللحمة والسمك أحيانا بيبقى عليهم ايه سكر كتير. طيب. Answer the following question. Which food has a lot of fat and sugar? ايه الطعام اللي فيه fat and sugar؟ طبعا الإجابة هنا موجودة اهو. اهو. Crisps have a lot of fat and salt. دي ماشي. Cakes, chocolate and biscuits have a lot of fat and sugar. يبقى الإجابة ايه؟ Cakes, chocolate and biscuits. Cakes, chocolate and biscuits. طيب. What do you think about snacks? What do you think؟ يعني رأيك في السناكس؟ ايه رأيك انت لازم تقول رأيك هتقول ايه sometimes it bad and sometimes it's good ممكن تقول sometimes it's good when I eat fruit sometimes it's good when I eat fruit قول رأيك give a suitable title for this passage
يعني بيقول لك حط عنوان للقطعة دي. ممكن نكتب ايه؟ طبعا عنوان عريض ممكن نقول snacks and healthy food. snacks and healthy food. وممكن نقول snacks بس، ممكن نقول healthy food، ممكن نقول اي حاجة انت معتقدها في القطعة دي بس تكون معبرة عن الايه، عن القطعة نفسها. طيب choose the correct answer from A, B, C or D. space have a lot of sugar. يا ترى الكيكس ولا الفيش ولا الأرز ولا البينز؟ طبعا كيكس have a lot of sugar، سكر كتير. the underlined pronoun them refers to. الكلمة them اللي محطوط تحتها خط في القطعة نرجع لها تاني بتشير لإيه؟ لسه قايلينها طبعا. it is okay to eat crisps and cakes sometimes but you should not eat too many of them. عشان نعرف بتشير لإيه لازم نقرأ الجملة الأولى. طبعا هنا لاحظنا إن إيه بتشير لكريسبس and cakes. crisps and cakes. نكتب هنا crisps and cakes اهي. crisps and cakes. طيب. fish sometimes have a lot of sugar, a lot of fat, ولا a lot of salt, ولا a lot of food. طبعا fish sometimes have إيه؟ a lot of salt. a lot of إيه؟ salt. نخش بعد كده على السؤال اللي بعده vocabulary and structures اللي هو choose واختبارات على الكلمات. I can hear the space it's a time for English lesson. I can hear a bell ولا ball ولا hole ولا radio. طبعا I can hear the bell. I can hear the bell. اقدر اسمع الجرس عشان طبعا وقت الدرس. تمام. planes trains and the cars are space of transport. البلينز والترينز والكارز ار ايه اوف ترانسبورت؟ طبعا رودز ولا ستريت ولا فارمز ولا مينز؟ طبعا مينز اوف ترانسبورت يعني وسائل مواصلات. مينز اوف ترانسبورت معناها ايه؟ وسائل مواصلات. ودي الجمله دي بالتحديد ممكن تيجي في الامتحان. تمام. I am very space I don't have time to play. I don't have time to play ما عنديش وقت العب. يبقى I am very ايه؟ I am very busy ولا free ولا careful ولا ready؟ طبعا I am very busy انا مشغول ما عنديش وقت العب. طيب a space takes people from one side of a lake to another. takes people from one side of a lake بتاخد الناس من جنب من شط البحيره للجنب الثاني. طبعا اللي هو ايه؟ البايك ولا سنو موبايل ولا كانو ولا كار؟ تمام اللي هي ايه؟ طبعا الكانو. كانو تمام المعديه. We are going to do a space on how to be healthy. We are going to do ايه؟ على موضوع how to be healthy. shopping ولا housework ولا subject ولا project. We are going to do a project مشروع. تمام؟ على ازاي ان انت تبقى صحي. طيب. You can space your mobile using phone charger. You can ايه؟ change ولا charge ولا here ولا house. your mobile using phone charger. phone charger اللي هو الشاحن. طب يمكن ايه؟ طبعا تشارج تقدر تشحن. swimming is my space hobby. I like it. swimming is my busy hobby ولا fast hobby ولا expensive hobby ولا favorite hobby؟ طبعا favorite hobby. هوايتي المفضلة. I like it. what sport space you like? don't like ولا doesn't like ولا not like. what sport don't you like؟ ليه هنا don't بقى؟ عشان خاطر you بيجي ايه؟ يا اما do يا don't. لكن doesn't هنا للمفرد و aren't هنا ما تنفعش عشان في فعل اصلا. فطالما في فعل يبقى لازم يبقى ما ينفعش يجي فعل تاني على طول جنبها. تمام. يبقى ايه؟ what sport don't you like. he arrived at school space 7 o'clock. arrived at school at ايه؟ طبعا in ولا on ولا at ولا for؟ طبعا at 7 o'clock. طبعا هنا حرف الجر at بيجي ايه؟ قبل الساعة. at 7 o'clock مش in. واحد يقول لي في الساعة 8 وعلى الساعة 8 وعلى الساعة 7 وعلى الساعة 8. لا. at 7 o'clock. طيب. where did he؟ طبعا هنا الجملة هنا ماضي. where did he sleep ولا slept in the desert؟ هنا tent. قال له في خيمة. where did he sleep ولا slept ولا sleeping ولا sleeps؟ طبعا where did he sleep. مين الشاطر يقول لي ليه sleep؟ لان بعد did او do او don't او doesn't او didn't كل الحاجات اللي فيها did دي
بيجي الفعل فين؟ في المصدر. يجي الفعل فين؟ في المصدر، مش مضاف له اي حاجه. Where did he sleep in the desert? طيب read and correct the underlined word. ده السؤال اللي بعده بيجي بيقول لك صحح لي الكلمه اللي تحتها خط. Does she like watch TV؟ طبعا هنا watch هنا خطأ، تبقى ايه؟ watching. ليه بقى؟ ليه watching؟ عشان خاطر بعد like، يا اما like to والفعل في المصدر، يا اما ايه بعد like يجي verb ing، دايما متضاف له ايه؟ ing. تمام. Is there a mouse؟ Yes there are. هو بيقول is there a mouse، هل يوجد فار؟ فالإجابة yes there is، مش yes there are، لأن الإجابة بإيز أصلا، يبقى السؤال بإيز، يبقى الإجابة بإيه؟ بإيز. يبقى هنا الإجابة الصحيحة is. طيب last summer my family have a fantastic holiday. my family have، طبعا هنا my family مفرد، يبقى مش have تبقى has. ليه؟ لأن المفرد بيجي has بتيجي مع المفرد، لكن have بتيجي مع الإيه؟ الجامعة. تقول لي طب ما ماي فاميلي دي كبيرة وجامعة، أقول لك لا، كلمة نفسها، كلمة فاميلي نفسها، كلمة فاميلي دي أصلا مفرد، كلمة فاميلي إيه؟ مفرد. طيب we play games with the children and read their stories. and read إيه؟ their stories. طب تاني we play games with the children and read they stories، طبعا read them نقرا لهم، بنقرا لهم القصه، يبقى read them نقرا لهم، read them ايه؟ stories. read them stories. طيب write a paragraph of 80 words on your visit to the pyramids. اكتب باراجراف في 80 كلمه تقريبا، مش لازم يبقى 80 بالظبط، ممكن يبقى اكتر، يعني ما تكتبش اقل من 80، بس لازم يبقى ايه؟ اقل حاجه 80. Your visit to the pyramids. طبعا your visit to the pyramids ان انت زرت الاهرامات، اكتب عن الزياره بتاعتك للاهرامات. تمام؟ طبعا اكتب نقول ايه؟ اقول مثلا pyramids are fantastic. طيب اهم حاجه لما اجي اقول واتكلم عن حاجه، لازم الدنيا بتاعتي تبقى مظبوطه، اختار كلمات سهله على حسب ما انا عارف. ممكن اقول بيراميدز ار فيري جود او ار فانتاستيك، اي حاجه. اقول بعد كده اي فيزيتد بيراميدز لاست week with my family. سهله الجمله دي. واخر كل جمله بحط ايه؟ فول ستوب. اخر كل جمله بحط فول ستوب. we were، احنا كلنا يعني، we were very happy to see pyramids. to see pyramids. تمام. بعد الجملة اللي بعدها when we arrived، لما احنا وصلنا، there were لو انا اتكلم بالجمع، there were a lot of tourists. كان في سياح كتير. تمام. وهكذا. I played
with my friends. With my friends, and we took pictures. We took a pictures. نخلي بقى نلاحظ ان احنا بنتكلم في صيغة الايه؟ الماضي. صيغة الماضي. لازم الفعل يبقى في الماضي. طالما انا بتكلم عن حاجة حصلت يعني بتكلم في الماضي. قول اللي انت عايزه طبعا، لكن اختار جمل بسيطة. معلش انا عندي بس الكيبورد بتكتب كذا حرف ورا بعض. السبيلنج بتاعك يبقى تمام. اخر الجملة يبقى فيه فول ستوب. اول الجملة يبقى حرف كابيتال. لو انا بذكر اسم معين اخليه اوله كابيتال. الحاجات دي مهمة جدا في الكتابة، مش بكترها لكن بكتب جمل بسيطة جدا وسهلة على اساس اعرف ان انا صيغها كويس. تمام. وبكده نكون خلصنا تيست الاولاني رقم واحد. واوعدكم ان التيست ده اللي احنا خدناه فيه اكتر من تقريبا 5% من الامتحان، لان في اسئله شهيره جدا. وان شاء الله في الامتحانات اللي جايه احنا عندنا زي ما احنا قلنا 20 امتحان. ده الامتحان رقم واحد. في 20 فيديو و20 امتحان. هنتدرب على كل الامتحانات لغاية ما نوصل للنهاية. تمام. اشوفكم في الفيديو التاني في تيست 2. باي باي. لو حد عنده اي سؤال يقول لي في تعليق وانا هرد عليه. مع السلامة.